عندنا الحديقه المتحفيه دي كمان انت مش بتشرحها بس جاستن كيس، وممكن انت وطالع من المتحف الزبون يقول لك تمثال مين ده، وممكن واحد يجي يتناقش معاك. التمثال ده مكتوب عليه لوحه في الفراطيش وصل مع تراع ست بن رع رمسيس 2، تمام؟ على اللوحه يقول لك تمثال ابو النضر الثالث اوزوريس، تمام؟ اعاد استخدامه رمسيس الثاني الدوله الحديثه جرانيت وردي يكتشفه في معبد لوكسور. يا ابني دلوقتي احنا عندنا ايه؟ إعادة نقش، لأن باين كمان المستوى بتاع النقش لو احنا جربنا عنده، تمام، وباين هو بعينك زي تماثيل اللي هي قدام الصرح السابع في إعادة نقش للتمثال أو النحت من عصر رمسيس الرابع وتحتمس ورمسيس وكذا حد، لكن في الحقيقة كانت تماثيل لحتشبسوت اللي هو الوضع الوزيري، تمام. الوضع ده وزيري صح، ليه؟ عشان القدم متغطية، لكن لو أنت جيت اتكلمت على با نجم أو با نجم في الأقدام بتاعته يعني سكيرت بتاعته، وبعد كده في التوز اللي هي الصوابع باينه، لكن هنا متغطيه قبل كده وضع اوزيري 100% واللوحه شارحه صح. لكن في اراء علميه ظهرت قال لك التمثال ده من التماثيل المعصور عليها في معبد لوكسور فعلا، والكلام ده بتاع ري جونسون، فيقول لك ايه ربما التمثال ده الحتشبسوت، واستشهد بحاجه خليكم كلكم بس احمد تعالى عشان الفيديو، حاجه مهمه الفيميل فيجر. الجسم ده جسم ست مش راجل، لو انت بصيت على الجسم بتاع التمثال نفسه تمثال فيميل فيجر وليس ميل، تمام؟ دي من الحاجات الفنيه اللي بيتكلم عليها المدارس الفنيه، ان التمثال ده للملكه حتشبسوت زي التمثالين اللي قدام الصرح السابع، يبقى عندنا مكتوب بالهيروغليفي اسماء والقاب رمسيس الثاني، الرأي بيقول لك بتاع أبو النضر الثالث، لكن في رأي جديد ظهر يقول لك بتاع الملكة حتشبسوت، تمام؟ تعالى يا أحمد، الثلاث تماثيل والتمثال الرابع اللي اتاخد ده كلهم ليه أم الحطب الثالث، لكن عليهم ألقاب ناس ثانية. التمثال ده مهم بالنسبة لنا لأن في حاجات أنت مهمة بالنسبة لك. اولا الحته المفقوده في التمثال دي كانت مكان العررت اللي هي الكبرى زي اللي قدامك دي، فحته مفقوده منها، زائد التمثال انبولشت مش مصقول، فده من الحاجات المهمه بالنسبه لنا. التمثال لما نحط التالت لسه الشغل ما اتطبش. التمثال ده اتكعب من حطب التالت مدرسه فنيه فخمه، الفخامه بتاعت الفن والغنى في الفن، لكن عندنا لقب اللي هو ايه سات نسو حمت نسو ورت. التمثال ده إعادة استخدام من حد من الأسرة 19، ربما حور ربما مرن بتاعه، لأن على الحزام مرن بتاعه وعلى العمود ورا في مرن بتاعه. التمثال اللي بعده ده أم الحطب الثالث، وهنلاحظ حاجة مهمة علشان أنت هتتكلم برضو عن أخناتون. بص الحته بتاعت ال على الجنبين في خرطيش اهي، شايف دي؟ خرطوش من حتب متشال، هو جاي لك النص من فوق، عندك هنا نبمع تراك اسم تتويج، اسم الميلاد صارع من حتب حقاء واسط بتاع من حتب الثالث واللي اتشال في عصر مين؟ اخناتون. يبقى ايه البصمه بتاعت العمارنه الديانه الاتونيه هنا ظهرت على هذا التمثال ان اسم امون متشال، وهنشوف امثله كتير الحاجات دي ما تفوتهاش. فالتمثال ده لمين؟ أبو الحطب الثالث، ولكن في عندنا ايه الحته بتاعت ايمن متشال. المثال الاخير في الحديقه المتحفيه احمد تعال بس احمد بس هي مش واضحه بالليل بتوضح اكتر او لو في سن لايت. المهم بالنسبه لنا ده نب حبت رع ده الملك بتاع الاسره 11 منتو حطب الثاني اسره 11 ثاني موحدين قطرين، المعبد وجنب معبد حتشبسوت، والالهه اللي هنا موجوده واجيت، تمام؟
وفي نخبت والاله ست والاله حورس. يبقى عندك مين الجماعه دول؟ اللي هو عاصم وانتو حطوا نب حبت راع طبقا للنص اللي موجود، وعندك ايه الاله ست والاله حورس والالهتين بتوع الشمال والجنوب نخبت وادي. ده جاست ان كيس لو انت جيت اتسالت في مره. تمام؟ بالنسبه للحاله المهمه للمتحف هندخل جوه. تمام؟